شيري، بس حبيبتي يا سي، نبلور با، نفي با كوم سا شيري. جو سوي مالوغ. سان فيغيان شيري. ميرسي قوي. تفضل. كل يوم يعدي علي اصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت ان انا دفنت معاه. بعد الشر عليكي يا موجه، مش معقوله تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. انت في حس شبابك وقلب راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي واطي قوي، ما سابش واحده من اصحابي دول ما حاولش معاها. كتيره قوي كنت اقفشه بيلعب في مناخيره، اقول له بتعمل ايه يا عدي؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط اصبعه في بقه، يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق، مات بدري. الحمد لله. راجي هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت، كابوتشينو سان سكر. مورجا هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان، اوكي؟ ماشي. على فكره لطفي الماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شويه. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديونه 100 مليون جنيه، والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن، سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع، يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزة؟ لا، في الكاسيت. شيل ده بسرعة. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقول لك ايه، على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي، شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 لا، اجمدي امال، اجمدي يا مدام، اجمدي كده. لازم تجمدي. انا اجمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان لغايه كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله، طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهاده لله كان ذوق حلو، وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي.
اي والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له غير طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه. طاطا اخبارك ايه طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه كان انا محسن. يقول لي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جه طاطا راح طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم قهوة. والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا 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 انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه و ها؟ بس بس حبيبتي. حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. على هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفع عزا؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. ولا انا دخلت عزا غلط؟ بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اوروفار. اوروفار يا روحي. اوروفار، مع السلامة، مع ألف سلامة. مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي. بونوي. رافض. عينيا يا باشا. هات لنا بقى إزازة تانية، عشان شكل القعدة كده هتطول شوية، ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه. قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعد جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونيه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة مع صفارة بقى كده على مزاجك، ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيراً مهجة وافقت عليا